وعلى أي كما تعرفوا اليوم قصرت نهائي في كرة القدم الصغيرة في أحفاد الدوري اللي انضمتوا في جمعية لكم مع جمعية نادي أمل تسنيت الكرة الطويلة في الرياضتين بالنسبة كاين في كرة الطويلة وكرة القدم المصغرة بمناسبة عيد العرش بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش المجيد ومناسبة رمضان المبارك أيضا ودعم وتعاون مع المجلس البلدي والمجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة كذلك. المهم كما كتعرفوا الأجواء دازت في أحسن ظروف الحمد لله واللي شجعنا بزاف باش تشرح هذه التظاهرة هي الروح العالية للعابة اللي شاركين وجميع المشاركين. وفي الأخير كنشكر الجميع اللي ساهم في هذا الدوري من بعيد ومن قريب وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سلم السيد من جمعية لكم أمين الماء. اليوم تم الاختتام ديال الدوري المقام الرمضاني اللي انضمته جمعية لكم مع جمعية طاولة أمل تيزنيت، تم الختام الفريق الفتيان وفريق الكبار. الفتيان تم بالمناسبة الفوز جمعية لكم الدراري الصغار وبالنسبة للكبار أولمبيك تيزنيت. وتم في الدوري توزيع انواع من الجوائز، احسن هداف، احسن لاعب اللي فازوا بها كلش من اللاعب ياسين، من اللاعب جميع من اللاعب من جمعيتكم، ولاعب سمير من جمعيه كره الطاوله. بالنسبه للدراري الصغار وتم في الاخير تفريق الجوائز بحضور الصحافه الرياضيه المنبر الرياضي ولا تزنيتنا وجميع الرياضيين قدماء فريق اتحاد المسيرة. تنشكروا بلدية تزنيت المساهمة ديالها، المجلس الإقليمي، الشباب والرياضة والجميع من التيسر على الرياضة بإقليم تزنيت العموم وشكرا.